انظروا يا عالم، يا إسلام، يا مسيح، يا أمم متحدة، يا حقوق الإنسان. بعد ضمية الشام 31/8/2013، اللجنة الأممية التي أتت إلى هنا وعاينت القصف الكيماوي لم تنظر إلى أطفالنا التي تموت بسبب نقص التغذية. من لم يمت بالقصف والحصار مات بسبب سوء التغذية. الطفل عمار شاهد عيان 31/8/2013 مع ضمية الشام، ولا زال العالم يتفرج.